الرياض مع الأستاذ سلمان. أولاً يعني كيف ترى توقيت هذه القمة غير العادية أستاذ سلمان؟ أيضاً البيان الختامي كان به الكثير من النقاط التي تدل على أن القادة وأن الدول العربية والإسلامية بالفعل قد ضجت مما تقوم به إسرائيل على مدى أكثر من عام. كيف قرأت التوقيت والبيان؟ اهلا بك عمرو، واهلا بضيفك الكريم والسيدات والساده المشاهدين. حقيقه التوقيت مهم جدا نظرا لما وصلت له التداعيات الاسرائيليه في الحرب على قطاع غزه، وكذلك توسيع نطاق الصراع الاسرائيلي تجاه لبنان، وكذلك المساس بسياده ايران. كل هذه اعتقد انها سوف تعمل على صناعة فوضى، وإسرائيل تريد أن تنزلق بالمنطقة إلى المزيد من الصراعات في هذا الاتجاه. وأعتقد أن هذه القمة العربية الإسلامية غير عادية المنعقدة في الرياض هي امتداد للقمة المشابهة في العام الماضي، والتي كانت انطلق منها اللجنة الوزارية المشكلة في تلك الفترة، وكانت قامت بالعديد من الجهود الدبلوماسية بعدد من الدول الأعضاء برئاسة المملكة العربية السعودية، وكذلك عضوية مصر العربية، وكذلك عدد من الدول العربية التي قاموا حقيقة بجهود دبلوماسية واضحة، انتزعوا من خلالها اعتراف بدولة فلسطين من عدد من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، وكذلك أيضا إعلان الأمم المتحدة بأهلية فلسطين بانضمامها للأمم المتحدة، والتي من خلال ذلك الإعلان قام بمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام جميع الأعضاء في القاعة. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل ترتكب ليس فقط مجازر ضد المدنيين من خلال العمليات العسكرية، أيضا من خلال الإرهاب السياسي في المحافل الدولية، وأعتقد أن هذا لن يمر مرور الكرام. ولذلك أعتقد أن من خلال هذا توحيد الصف العربي والإسلامي تجاه هذه القضية، التي قدمت من خلال رسالة للعالم بأنها لديها جدية في تحقيق هذه المطالب، وكذلك أيضا ثباتها تجاه نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وكذلك أيضا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67. وأعتقد أن هذه الخطوات الدبلوماسية الناجحة خلال الفترة الماضية أعتقد سوف تكون لها انعكاسات على أرض الواقع، من خلال أيضا إجبار والضغط على المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته تجاه وقف إطلاق النار، وكذلك إيصال المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن من المهم جدا أن نتحدث من خلال النقاط المهمة التي نتحدث فيها، ولعلي أستذكر نقطة مهمة بأن ذكرها الأمين العام للأمم المتحدة للجامعة العربية عفوا خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء من القمة، وذكر بأن مسألة الإعلان عن حل الدولتين مسألة وقت، وهذا مؤشر مهم حقيقة يعتبر نجاح حقيقة من خلال هذه القمة. وأيضا إعلان من خلال بيان الختامي إعلان انضمام الاتحاد الأفريقي للقمة العربية الإسلامية، أعتقد أنه أيضا هذا هو يؤكد على حشد الجهود والجدية والثبات تجاه القضية. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الخطوات سوف يتم من خلالها أعمال إيجابية تنعكس بشكل إيجابي على استقرار المنطقة. طيب.